مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون. موقع الصحوانت يقول إن القمامة ومياه المجاري تغرقان شوارع صنعاء. العربي الجديد: كورونا يلتهم غذاء اليمنيين مع قرب نفاد المخزون السلعي. والبي بي سي تجيب على تساؤل: هل شرب الماء بانتظام يقي من الإصابة بفيروس كورونا؟ عبء إضافي على أمهات المختطفين يضيفه فيروس كورونا، فالخوف على حياة أبنائهن المختطفين في السجون ازداد إلى الضعف. وعن هذا يقول الموقع بوست: رابطة أمهات المختطفين في العاصمة المؤقتة عدن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف العربي بالمحافظة، والسبب قلقها البالغ من الخطر الذي قد يتعرض له المختطفون والمخفيون قسرا في السجون في حال انتشار فيروس كورونا. وفي بيان لها قالت الرابطة إن 38 مخفيا قسرا لا يعلم مصيرهم حتى اليوم، و52 معتقلا في سجن بير أحمد مصابون بأمراض مزمنة وطفح جلدي. وطالب البيان باتخاذ كافة إجراءات السلامة داخل السجون والإفراج عن المعتقلين في سجن بير أحمد قبل إصابتهم بفيروس كورونا وتعريض حياتهم للخطر، كون سلامتهم وصحة المعتقلين من مسؤوليات إدارة السجن. كما طالبت الجهات الحكومية والنيابة العامة والتشكيلات العسكرية بالإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً. التزامات الحوثيين لا تغادر الأوراق، وكلما وقعوا عهداً أو اتفاقاً نقضوه. السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان يكتب عن هذه الصفة الملازمة لهم، ويضيف في مقال تنشره بالقيس: عندما هاجم الحوثيون نهم والجوف وطالب المجتمع الدولي بعدم التصعيد، رمى الحوثيون بورقة ناقلة النفط صافر التي تهدد البحر الأحمر وبحر العرب بكارثة بيئية، وأعلنوا موافقتهم لخبراء الأمم المتحدة بصيانتها تجنبا للكارثة. فآثر المشغلون الأمميون بقضية اليمن التركيز على صافر، مكبرين موقف الحوثيين من هذه القضية الخطيرة. أخذ الحوثيون الحزم واتجهوا نحو مأرب، وبقيت ناقلة النفط صافر على حالها الذي يهدد بكارثة بيئية هائلة، ولم يسمحوا لخبراء الصيانة بصيانتها. ومع جائحة كورونا التي تهدد اليمن، أعلن الحوثيون موافقتهم على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف العمليات القتالية، فحصلوا على نصيبهم من الشكر الجماعي الذي أسبغه الأمين العام ومبعوثه على الجميع، لكنهم لم يلتزموا بشيء، وواصلوا هجومهم في صرواح بشكل أوسع مهددين ومتوعدين بإسقاط مأرب، وهاجموا في نفس الوقت في جبهة الضالع بأعداد وآليات أكبر، وواصلوا عبثهم في البيضاء والحديدة ومكيراس، وأطلقوا طائراتهم المسيرة في كل اتجاه. ولتغطية كذبتهم بالموافقة على الدعوة، رموا بورقة إطلاق البهائيين من السجون وحصلوا على شكر أممي أكبر من الأول. وحينما يشتد الضغط عليهم سيرموا بورقة أخرى ليحصلوا على شكر تنسى معه الأمم المتحدة قضية البهائيين، وهو ما قاموا به يوم أمس حينما أعلنوا أنهم سمحوا لسفينة الأممية المخصصة لمفاوضات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالتحرك. وسنسمع شكرا أمميا يتسبب في نسيان البهائيين وقضيتهم. وهكذا يستخدم الحوثيون الكثير من الأوراق لستر عورتهم، ويحصدون الشكر مقابل ذلك وبدون تنفيذ أي التزام. يقول موقع الصحوة إن سكان العاصمة صنعاء يشكون من تدهور أوضاع النظافة التي توفر بيئة خصبة لتفشي الأوبئة المختلفة، حيث تشهد عدد من شوارع وحارات وأزقة العاصمة في الوقت الحالي تكدسا للقمامة، في ظل استمرار التجاهل المتعمد من قبل ميليشيا الحوثي. عدد من السكان في مختلف أحياء العاصمة قالوا إن أكوام النفايات باتت تطمر عددا من الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، وانتشرت فيها الروائح الكريهة، بالإضافة إلى انهيار شبكة الصرف الصحي، حيث تملأ روائح مياه المجاري الكثيرة من الأحياء والشوارع نتيجة طفحها من تراكم النفايات بداخلها. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شددت على ضرورة توفير مياه نظيفة وآمنة لمنع انتشار أمراض مثل الكوليرا وفيروس كورونا.
أعلن التحالف بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي، حيث وكما أورد موقع المصدر أونلاين، نفذت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 20 غارة استهدفت عدة مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة. شهود عيان قالوا للمصدر أونلاين إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع في صنعاء، بينها جبل عطان والكلية الحربية وقاعدة الديلم الجوية. وأفاد الشهود أيضا بسماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد الدخان من المواقع التي تم استهدافها. كما استهدفت مقاتلات التحالف معسكر محور صعدة شمالي المدينة بعدة غارات. التحالف أوضح من جانبه أن العملية تهدف إلى تحييد وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية من بين أيدي الميليشيات. في زمن الفوضى والحروب الأهلية، يدخل الطامعون من الخارج على الخط ويجدون ضالتهم في أشكال من النوع الرخيص المبتذل الذي نراه في بني جلدتنا للأسف. هذه إحدى فقرات مقال كتبه علي العمراني مضيفاً. ظلت وحدة اليمن تشكل الأساس المتين لمشروعية دولة اليمن الديمقراطية الشعبية، وقوات الجذب في تلك الدولة اليمنية الفتية لكل أحرار اليمن وطلائعه في كل مكان من الأرض اليمنية. يرفع الانفصاليون اليوم علم تلك الدولة اليمنية الوحدوية المحترمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لكنهم يتعاطون مع اليمن حضارة وثقافة وتاريخا ومستقبلا باعتباره الخصم والعدو، ويبثون الكراهية لكل ما هو يمني، ويتنكرون لاسم اليمن الخالد العريق المفدى وكيانه الواحد وهويته، ويقولون إنهم ليسوا يمنيين وأنهم يبتغون قيام الجنوب العربي، الكيان البائد الذي تبناه الاستعمار الأجنبي البغيض خدمة لمصالحه، وهو كيان انقسامي انفصالي حتى في المناطق اليمنية التي كانت محتلة، حيث لم يكن يتضمن ذلك الكيان المسخ شرق اليمن حضرموت والمهرة. منذ سنوات يعد الانفصاليون أهل الجنوب بالمن والسلوى، فلما انقلبوا على الدولة والرئيس وحكومته وقتلوا حرسه الرئاسي واستفردوا بعدن، عرف الناس حقيقة مشروعهم القائم على القتل والفوضى والجشع والطمع والأنانية الشخصية والمناطقية. ونتيجة لذلك يتمنى المواطنون اليوم في عدن عهودا ولت ومضت، مع أنها لم تكن نموذجا، ولكنها ليست بسوء المهيمنين على مقدرات الأمور في عدن وبعض محافظات الجنوب اليوم. يستحيل أن يترك اليمنيون للحوثيين في صنعاء وأقرانهم في عدن تحديد مصير اليمن، وكلاهما الحوثيون وأقرانهم الانفصاليون يخدمون أجندات الطامعين الخارجيين في اليمن القديمين والجدد. تقول صحيفة العربي الجديد إن اليمن لا تواجه حاليا فيروس كورونا، بل تبعاته التي هزت الاقتصاد العالمي مع تهاوي أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إذ يعتمد البنك المركزي اليمني منذ 2018 على احتياط نقدي عبارة عن وديعة سعودية بملياري دولار يستخدمها في استيراد السلع الغذائية الضرورية، وقد شارفت على الانتهاء. الحكومة اليمنية وفق مصادر مطلعة تحدثت للعربي الجديد تلقت وعودا جادة من السعودية بتجديد الوديعة في حال تنفيذ 50% من بنود اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، مع استمرار في تقديم معونات نفطية طارئة من وقت لآخر لتشغيل محطات الكهرباء العامة في عدن ومحافظات أخرى جنوبية البلاد. ومع ما يعيشه العالم من تغييرات اقتصادية واسعة بسبب تفشي فيروس كورونا وكذا تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، كل ذلك قد يؤدي إلى مراجعة السعودية لوعودها في تجديد الوديعة المالية لمساعدة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها المالية والتجارية، منها استيراد السلع الغذائية الضرورية. يواجه المخزون الغذائي خطر النفاد نتيجة الوضع الراهن وتوقف الاستيراد في بلد يعاني من انهيار اقتصادي وانخفاض كبير في العملة الوطنية، وثلث سكانه مهددون بالجوع. ويرى باعبيد أن الاقتصاد اليمني يحتاج لمساعدة مالية عاجلة في الظروف الراهنة، مع قرب نفاد الاحتياطي النقدي لدعمه في مكافحة فيروس كورونا واحتواء ما يخلفه من تبعات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية. كورونا والطاعون الشيء بالشيء يذكر،
تحت هذا العنوان كتب عيسى الشعيبي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. بعد أن تفشى وباء كورونا في 4 جهات الأرض وتعاظم الهلع لدى الناس كل الناس، كان من الطبيعي أن تهجز أفئدة الآباء والأمهات والحكومات بالأسئلة المفعمة بعدم اليقين وبالفزع العميق إزاء حاضر يسوده اضطراب عظيم ومستقبل ملبد بشتى الأخطار، فيما انصرفت أذهان المهمومين بصد الذعر العام المتفشي بدوره كالوباء تنقب في وقائع التاريخ، في الروايات، في الخرافات، وفي الأفلام عن الكيفية التي واجه بها أقوام الأزمنة الغابرة مثل هذه الجائحات، في الأخبار التي لا تكاد تجد لها مكاناً وسط هذا السيل العارم من تطورات الوباء المتفاقم على طول الخط. جاء أن مبيعات رواية الطاعون لصاحبها ألبير كامو ارتفعت على نحو غير مسبوق، لا سيما في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا، حيث الكارثة المعرفة بالألف واللام. وقيل إن هذه الرواية التي ترجمت إلى عدة لغات وبيع منها ملايين النسخ تحولت إلى أشهى الوجبات الأدبية المفضلة على موائد المتعطلين عن أشغالهم المعزولين في بيوتهم بأمر قائد الذعر العام الجنرال كوفيد-19. ومع أن هذه التحفة الأدبية التي أصدرها الروائي الجزائري الفرنسي ذائع الصيت عام 1947 صاحب جائزة نوبل للآداب عام 1957 ليست عملا تاريخيا ولا كاتبها يدعي ذلك، إلا أن الوسواس الذي استبد بالناس جراء تفشي كورونا أثار في النفوس رغبة في التعرف على ماهية الحياة في زمن الطاعون وكيف أدار المجتمع شؤونه وشجونه وواجه الآفة وفق ما تجلت عنه المشاهد الروائية التي بدت كأنها نوع من التاريخ لحقبة من أربعينيات القرن الماضي عاشتها وهران المدينة الفرنسية على الشاطئ الجزائري. رغم أنه لم تمضي سوى أشهر قليلة منذ بدء انتشار وباء كورونا، إلا أن العديد من الروايات انتشرت عن كيفية الوقاية منه، فقيل إن الإكثار من شرب الماء يقي من العدوى، لكن هل هذا الاعتقاد صحيح؟ يقول موقع شبكة البي بي سي إن نقلا عن كالبانا سباباتي أخصائية في علم الأوبئة السريرية، إنها فكرة لا أستطيع حتى التفكير في مدى صحتها، وتشير سباباتي إلى أن العدوى تبدأ بعد تعرض المرء لآلاف أو ملايين الجزيئات الفيروسية، وبالتالي فشرب الماء لبلع القليل منها بالمريء لن يؤثر كثيرا، وتضيف من المستبعد تماما أن يتمكن الشخص من بلع كافة الجزيئات الفيروسية باتجاه المعدة، فمن شبه المؤكد أن بعضا منها دخل عبر فتحتي الأنف. وهناك سبب آخر لخطأ هذا الاعتقاد، فحتى لو لم يكن الفيروس قد توغل داخل خلايا الجهاز التنفسي فبإمكانه دخول الجسم بطرق أخرى، فبينما يصاب البعض عن طريق ملامسة أفواههم بأصابعهم وعليها الفيروس تحدث الإصابة أيضا بدخول الفيروس للجسم. ذلك لا يعتقد أن اللمس هو السبيل الرئيسي لانتقال العدوى، لأنها قد تنتقل أيضا عبر استنشاق الرذاذ الدقيق الذي يحوي آلاف الجزيئات الفيروسية والذي يطلقه السعال والرشح، سواء استنشقه الشخص مباشرة أو بعد ساعات من بقائه معلقا في الهواء. وهناك سبب آخر يستبعد فائدة شرب الماء في منع العدوى، فرغم الاعتقاد بأن حمض المعدة سيقضي فورا على أي جزيئات للفيروس، إلا أنه قد يكون أقوى من ذلك. تقول سباباتي أيضا إن البعض قد يظن أنه لا ضير من نصيحة تناول الماء كل 15 دقيقة، لكن ينطوي الأمر على خطر حقيقي، لأنه قد يعطي شعورا زائفا بالثقة دون مراعاة النصائح الموثوق بها من تجنب مخالطة الناس والإكثار من غسل اليدين. لا تتوقف حوادث السرقة حتى مع إعلان الحجر المنزلي، فقد أعلن متحف سينجر لارلين في هولندا بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن لوحة شهيرة للرسام العالمي فان غوخ سرقت منه الليلة الماضية. المتحف الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب شرق أمستردام مغلق في إطار إجراءات العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. لوحة حديقة الربيع التي رسمها فان غوخ عام 1884 كانت مستعارة من متحف غورو نيغر تقدر قيمتها بين مليون و6 ملايين يورو.
المدير العام للمتحف إيفرت فان أوس قال في مؤتمر صحفي نقله موقع يوتيوب: نحن غاضبون ومصدومون وحزانا. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مجموعة من الصور والتي تظهر الاختلاف الواضح في مواجهة فيروس كورونا في مختلف المجتمعات. نتابع. ختاماً مع عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع لهذا اليوم. نتابع. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.